هاي، الأخبار النهاردة هناخد سبع مجموعة في الأبجدية، وهم حروف أو نجدي والشاي والفاي والخاي. اول حرف معانا النهارده حرف الاو نجدي. الاو نجدي شبه الدبليو في الانجليش، وتعتبر زيها برضه في النطق، بتبقى او مفخمه وممدوده، مفخمه وممدوده زي كلمه سوني. سوني معناها اخت، حتى احنا بنقول ده سوني، ده سوني يعني اختي. تمام، شوف ايه، فخمنا الاو ومدينا فيها سوني، مقلناش سوني. سوني دي شركه سوني بتاعت الكاميرات والموبايلات، مقلناش ده قوي. تمام، فمدينا فيها وفخمنا فيها فبقت سوني. تمام، غير بقى الاو كوجي اللي خدناها قبل كده لو تفتكروا، كانت قصيره. تمام، زي ساعتها خدنا مثال زي كلمه سون او شوف، يعني الاو ما طولناش فيها ولا فخمنا فيها، لا خدناها كده بسرعه. سون عامله زي الضمه، واخدين بالكم؟ ما قلناش سون، لا سون، وسون كانت معناها اخ، لكن بقى سوني دي بالاو نجدي فبنفخم فيها بنمد فيها سوني. تمام كده احنا خلصنا ده حرف الاو النجدي، كان اخر حرف في الابجديه اليونانيه. كده خلصنا، نخش بقى على السبع حروف الديموتيقي. تمام، نبدا بقى بحرف الشاي، اول حرف في الحروف الديموتيقي، او الحروف يعني اللي في الابجديه القبطيه اللي متاخده من الديموتيقي. تمام، حرف الشاي بتنطق شين، وهو شبه حرف الشين في العربي برضه. تمام، وبتنطق شين زي كلمه شيري، شيري يعني ابن. تمام، بعد كده حرف الفاي، حرف الفاي بتنطق ف زي كلمة نفري، نفري معناها أهلا أو سعيد. يعني مثلا لما أجي أعيد على حد أقول له عيد سعيد، أقول له نفري شاي، نفري شاي. تمام، ولما مثلا في جماعة عايز أمس عليهم أقول لهم أهلا أو مرحبا، أقول لهم نفري، نفري يعني أهلا أو مرحبا أو سعيد. تمام، بعد كده آخر حرف معانا النهاردة حرف الخاي، حرف الخاي بتنطق خا، زي أبسط مثال يعني كلمة خن، خن حرف جر بمعنى فيه أو بي، في او بي، خن. تمام، خن بس كده، هادين خلصنا وجاي واشوفكم الفيديو الجاي.